الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها خبراء تغذية ينصحون باستخدام الكريمة النباتية لمرضى السكري. ينصح خبراء التغذية بأهمية استبدال الكريمة المشبعة بالدهون ببديلتها النباتية التي لا تحتوي على اللاكتوز أو الدهون المشبعة، وأشار الخبراء إلى أهمية إضافة زيت عباد الشمس الغني بالأوميغا 6 لتناسب هذه الكريمة النباتية مرضى السكري. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا التي اخترنا منها لكم: إنجاز طبي يرصد السرطان قبل ظهور أعراضه. جاء في تفاصيل الخبر: توصل علماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى تحليل دم جديد بإمكانه الكشف عن الداء الخبيث مبكرا حتى قبل ظهور الأعراض أو الأورام وتحديد نوعه. وتوصل العلماء إلى أن الأورام الموجودة في أجسام المصابين بالسرطان لديها بصمة جينية خاصة DNA يمكن تحديدها بواسطة تحليل الدم الجديد. صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها: أدوية هشاشة العظام قد تهدد الفك. قالت الجمعية الألمانية للجراحة إن أدوية هشاشة العظام قد يكون لها أثر جانبي خطير، حيث أنها قد تؤدي إلى ما يعرف بنخر الفك، أي تآكل أجزاء من عظام الفك. ولتجنب هذا الخطر ينبغي على مرضى هشاشة العظام زيارة طبيب الأسنان قبل تعاطي الأدوية. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة البيان الإماراتية: وعلماء يطورون دواء ضد الشيخوخة. حقق علماء تقدما كبيرا في تجارب يجرونها على دواء يقولون إنه يقلل من أعراض الشيخوخة. وأضاف العلماء أن الدواء الجديد أثبت نجاحا خلال تجارب معملية، كما أظهر استعادة الفئران المتقدمة في العمر لحيويتها.